30,000 شخص من أهالي قرية الرهاوي حياتهم مهددة وصحتهم في خطر كبير، فهذا المصرف الذي يمر بقريتهم والقرى المجاورة يعد بؤرة تلوث تلقى فيه جميع أنواع المخلفات الزراعية والصناعية وغيرهما. احنا لما اشتكينا وجبنا تحاليل من وزارة الصحة ومعايا الصورة بتاعته مختلط التحاليل القانونية يعني ببراز، يعني جبنا التحاليل بتاعة اللي بتعملها وزارة الصحة، المياه مختلطة بتعرض القانون. تاني حاجة نسبة أسود، نسبة الحديد زايدة بطريقة فظيعة، ممكن أخليك تصورها دلوقتي عندنا في البيوت. كل هذا الجزء وانت طالع لحد الخطوط بحيرة رشفة بمية ملوثة، كلها محطات مية ملوثة. طب انت عامل عايز تعمل محط يا عم، انت جايب محطة فوق مصرف زراعي، محطة عندنا فوق مصرف زراعي. المية هنا وحشة بتسبب هنا الأمراض، وبيقولوا بتشد من المجاري هنا، مالا كبير بيستحملها وسخة، محدش بيستحمل الحاجة الوسخة. سيف في ميت كان عنده الكبد ومات من المية ديك، واحنا ما بنستعملش مية الحنفيات خالص، نشرب من الفنتر دي وخلاص، وكمان مية الفنتر كمان وحشة متلوثة. بسبب مصرف الرهاوي أصبحت قطرة المياه النقية حلما للأهالي هنا، فمياه الصرف الملوثة اختلطت بمياه الشرب كما يقولون، مما يضطرهم إلى البحث عن مصادر بديلة غير ملوثة لسد احتياجاتهم من مياه الشرب وأغراض معيشتهم الأخرى. أول حل وأخطر وأهم حل هو شبكات الصرف الصناعي التي يجب أن تنشأ في جميع المناطق الصناعية في مصر، ثم بعده الصرف الصحي، يا إما القرى كل مجموعة قرى يتعمل لها محطة صرف وترمي على الظهير الصحراوي، لإما أنا بعمل لشبكة الصرف دي وبتمشي في مسار موازي لنهر النيل. الصرف الزراعي ملوش حل غير ان المصارف الفرعية اللي شايلة الصرف الزراعي ده يتعمل عليها محطة معالجة أولية، ثم نهاية المصرف نفسه يتعمل عليها محطة معالجة ثنائية أو ثلاثية. سقطوا من حسابات الدولة فحرموا من أبسط مقومات المعيشة وضروريات الحياة اليومية، وتركوا بين الفقر والمرض، ما دفعهم للبحث بطرقهم الخاصة والبدائية لإيجاد حلول لمشكلات أحكمت طوقها عليهم. طارق علي لبرنامج اليوم على الحرة.